الملك محمد السادس مما جاء في المكتب السياسي في بيان المكتب السياسي الاجتماعي الاستثنائي اليوم الجمعه 13 نوفمبر 2020 حول التطورات الاخيره من معبر حدود الكركرات الصحراء المغربيه، يدعو للمزيد من الصرامه لحمايه اتفاق اطلاق النار الموقع سنه 91 كما احترمته وتحترمه بلادنا، يتمر باعتزاز التدبير الدبلوماسي الميداني لقرار تامين معبر الكركرات، يعتبر ان القضيه الوطنيه دخلت منعطفا حاسما، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد ميدانيا، يحمل الجاره الشرقيه كامل المسؤوليه في تمادي عناصر البوليزاريو في انتهاك القرارات الامميه، ويدعو كذلك الى المزيد من اليقظه والحزم اللازمين من اجل تحسين مكتسبات المغرب وافشال مخططات الخصوم. ومما ورد ببيان المكتب الوطني الشبيبة الاتحادية، إذ تنوه بمجهودات الدولة المغربية والتزامها الدائم باحترام توصيات وقرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بحفظ الأمن بالمنطقة، وتشيد بطريقة مسؤولة التي تعاملت بها كل مؤسسات الدولة وأجهزتها مع استفزازات المتكررة لعصابة البوليزاريو، والتي كان عنوانها رفض قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2548 الذي تضمن دعوة صريحة موجهة لعصابة البوليزاريو لفتح معبر الكركرات واحترام الاتفاقيات العسكرية والاستمرار في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما كان انتصارا صريحا لأطروحة المغرب والمتمثلة في الحل السياسي الذي يقدم لهذا النزاع المفتعل، وهذا ما واضحا لأطروحة العصابة وهدما واضحا لأطروحة العصابة وتنديدا بتحركاتها بالمنطقة والتي تهدف إلى إدخال المنطقة في حرب لخدمة أجندات خارجية معلومة لا تبغي غير تأجيج الأوضاع ولا تهدف إلا تحقيق مصالحها الذاتية. وإن الشبيبة الاتحادية بالعرائش تحيي عاليا العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية صباح الجمعة بتعليمات سامية من صاحب جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، والتي تمت بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين من أجل إرجاع الحالة كما كانت عليه ودون أي تغيير.